بقدر ما أنا سعيدة حقيقة بالمستوى الذي وصلت فيه البلدان العربية من دعم القرارات بالأدلة والبراهين. أعتقد أن فعلا نحتاج إلى المزيد من يعني كسر الحاجز بين صناع القرار والباحثين أو الحلقة المفقودة ما بين صناع القرار والباحثين والمجتمع. وهذه الحلقة يعني تحتاج إلى عوامل كثيرة حتى، لأن لغة صانع القرار مختلفة عن لغة الباحث، وبالتالي هناك عدة استراتيجيات في العلم الحديث والتقنيات الحديثة التي تبسط. ربما صانع القرار يحتاج إلى المعلومة بطريقة مختلفة غير الطريقة التي يسعى أو يعمل بها الباحث، فلا بد أن تكون هناك حلقة تربط الاثنين لكي نتمكن فعلا من أن صناع القرار هم من يستقطبوا الأدلة والبراهين لصناعة القرارات.